القول السديد هو كل كلام يدور حول ذكر الله وما والاه، قراءة قرآن، ذكر، صلاة، عبادة، كل كلام يرضي الله سبحانه وتعالى فهو القول السديد. ولذلك الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. وهذا اللسان الصغير، صغير الحجم عظيم المقدار، كلمة منه قد تجعل الإنسان في أسفل سافلين، وكلمة منه قد تجعل الإنسان في أعلى عليين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رب كلمة يقولها صاحبها لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا.